احنا قرينا بقى ومشوار غير طبيعي كده، فا ايه الجديد مع عمرو وايه المختلف اللي ممكن يحصل مع عمرو؟ عمرو دياب بيضيف لاي حد بيتعامل معاه وبيشتغل معاه، وانا كان ليا الشرف ان انا اشتغلت معاه حوالي 15 اغنيه لغايه دلوقتي في مده قصيره ما كملتش 3 سنين يعني. لسه ان شاء الله يبقى في تعامل تاني مع عمرو، وعمرو فخر لينا كلنا وكلنا بننبسط ان احنا موجودين معاه. كان في خبر عن تعاونك مع ايهاب توفيق؟ في تعاون مع الفنان ايهاب توفيق قريب ان شاء الله باذن الله، ويا رب يعجبكم. كلمات تامر حسين والحاني وتوزيع اسامه عبد المنعم. دنيا سمير غانم دنيا سمير غانم اول تعامل ليا معاه نحنوح، وكان المفروض هنتعامل من سنين طويله لما كانت مع ناصر محروس برضو، بس ما كملتش هي في الـ في الـ في, الـ في الغنى ساعتها. مبسوط انها رجعت تغني، وبقول لها لازم تكملي، انت زي ما انت جامده جدا في التمثيل جامده جدا في الغنى، ونجاح نحنوح يعني مثال على كده، وان شاء الله يبقى ليها نجاحات تانية. شايف خامة صوت دنيا تقدر تغني اي حاجه؟ تغني اي حاجه. دنيا سمير غانم صوت قوي جدا وصوت جميل، وعندها كاريزما وعندها بول ما شاء الله، فتقدر تنجح وتقدر تكسر الدنيا. خليك تجربه في الاغاني كمان سواء ديني او انا، هتقدر تعيد ده تاني؟ ان شاء الله اغني قريب. ان شاء الله. لا لا لا، حاجه رومانسيه موشحات بقى، هغني حاجات كده قريب يعني ان شاء الله باذن الله. فوز نادي المطربين هيكون في تعاون الفتره اللي جايه. انا شغال مع كل الناس بس ما اعرفش ايه اللي هينزل يعني، ان شاء الله يبقى في حاجه مع الفنان رامي صبري زي ما قلت. طبعا مستني حاجه من شغل تنزل مع الفنان الكبير عمرو دياب وكل الناس، كل الناس يعني. الزمالك بطوله الدوري اللي عامل تاني على التوالي، شفت الخبر ده ازاي؟ بقى لك مبسوط طبعا كواحد زملكاوي، واتمنى ان شاء الله يكسبوا السنه الجايه كمان عشان يبقى 3 سنين ورا بعض. فرحان بالاستقرار والقوه اللي فيها نادي الزمالك في كل البطولات اللي بيلعبها، وبتمنى له النجاح كمان.